بصوا الجمال بجد، حاجة كده مهدلة للأعصاب. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، اهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد. يومنا النهاردة يوم جديد، بدأنا اول حاجة شغلنا القرآن زي طبعا ما احنا متعودين كل يوم، اهم حاجة سورة البقرة. بدأت بقى شغلها كده اول حاجة، وبعدين بقى النهاردة هنغير كده يومنا شوية، هنشوف بقى مع بعض هنعمل ايه. خليكم بقى معانا، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو لسه بتشوفوا قناتنا الاول مرة. اول حاجة بدأنا كده نحضر الفطار. انا بقى قلت لماما ما تعمليش يا ماما اي حاجة النهاردة، انا بقى ايه هتولي اليوم، يعني النهاردة يوم مش صعب قوي، هنخرج بقى النهاردة، يعني عايزين يوم كله يكون استجمام، ما نتعبش بقى نفسنا ونعمل حاجات كتير. فاول حاجة ده كده كان الفطار، جبنا فطار فلافل وشيبسي، وكان في جبنة تركي، وكمان كان في طماطم وخيار وفلفل كده لو اي حد عايز ياكل يعني من الخضار ده جنب الساندوتشات، وعيش فينو. وبدات بقى ان انا ايه احضر الفطار. اول حاجه فضيت الفلافل علشان مش كويسه يعني الورقه اللي هي بتكون فيها، ففضيتها. وفضيت كمان الشيبسي علشان لما اعمل الساندوتشات يكون سهل. وبدات بقى افتح العيش الفينو، فتحته كله، وبعدين بدات احشي. بفتحه بالمقص، لما بفتحه بالسكينة بيتقطع وبيبقى مش حلو كده، وشكل الساندوتش مش حلو يعني. ولما بفتحه طبعا بايدي اكيد هيكون اوحش من السكينة، فانا فتحته بالمقص كله ورجعته تاني في الكيسة علشان لما ابدأ احشي يكون الحشو سهل يعني. وقطعت كمان الفلافل، كل فلافلية قطعتها اتنين علشان لما اعمل الساندوتشات تكون سهلة اخدها على طول بالسكينة كده من غير ما اوسخ ايدي يعني. بدأت بقى احشي السندوتشات كده، حشيت من كل حاجة سندوتشين كده، وبعدين كملت بقى تاني حاجة هي بعملها الجبنة التركي اهو. بدأت برضو طلعها كده عشان واشيل الحرف بتاعها اللي فوق، علشان لما احشي لو حشيت كده سندوتش ورا بعض يكون عندي ايه الجبنة جاهزة يعني. وكمان دلوقتي هحشي شيبسي وهحط عليه كاتشب. في عندنا يعني في ناس كتير بتحب الشيبسي عليه كاتشب، هو بصراحة بيكون طعمه حلو زي البطاطس المحمرة يعني كده، بس هما بيحبوه بالطريقة دي يعني. في واحد اهو بصوا عملته من غير حاجة، ودلوقتي هعمل واحد فيه كاتشب. بس حضرت بقى الفطار النهاردة، وبعد بقى ما خلصنا الفطار خليكم بقى معانا عشان نشوف هنعمل ايه بعد كده. اهو بصوا بحطها عليه كاتشب اهو. عملت بقى سندوتشات وفطرنا خلاص الحمد لله، غسلت طبعا بقى المواعين مكان الفطار وكده. وهنعمل بقى دلوقتي ايه الشاي. حطيت الميه على النار وقلت بقى يعني الفطار بقى عملناه يعني نعمل الشاي بقى كمان يعني. حضرت الكوبايات وعملت الشاي تمام. هنعمل بقى الشاي، وبعد ما نعمل الشاي نروح بقى نجهز الهدوم، ولو عايزين ناكل حاجة او نشوف يعني هنجهز ايه علشان ننزل. النهاردة بقى الخروجة يعني كانت بصراحة فيها غيرنا جو غير البيت وكده، اتمشينا شوية. هنشوف دلوقتي بقى احنا روحنا فين. عملت بقى الشاي كده وخلاص، هنروح بقى دلوقتي فين؟ هنروح البحر، هنتمشى على البحر شوية. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟
البسين وشكل البحر وكده. احنا هنا بقى كنا على كوبري ستانلي، كنا عايزين ندخل شوية بس كان ممنوع اصلا ان حد يدخل، فدخلنا بس يعني قلت اوريكم كده شكل البحر. هوريكم كمان شوية شكل البحر بقى الناحية التانية، كان شكله تحفة بصراحة. هنا بقى كنت المفروض ان انا بقول لكم ان احنا يعني وصلنا كوبري ستانلي وكده، وكنت بصور لكم شكله بس صوتي ما طلعش، فانا قلت اكلمكم يعني كده. انا عايزه اقول لكم انا كنت بقول ايه، كنا عايزين زي ما قلت لكم نخش جوه شويه بس ما نفعش عشان كان مقفول. دلوقتي بقى احنا مشينا شويه بصوا البحر، هقلب لكم دلوقتي الكاميرا وشوفوا. بس انا بس قلت اقول لكم ان احنا ايه، بصوا الجمال بجد، حاجه كده مهدله للاعصاب. تاني اروع حاجة بعد اللي انا لسه مصورها لكم دلوقتي، بصوا زي الجنينة كده شوية، هنا البحر. عارفين كمان لو في وقت غروب او حاجة يكون احلى كتير. هنا بقى كنا خلاص كده روحنا، كنا جايبين بقى حاجات حلوة كده بس ما عرفناش ناكلها برا علشان ايدينا طبعا ما كانتش بقى مغسولة كويس بالصابونة وكده. احنا كان معانا كحول بس برضو لازم نغسل ايدينا كويس علشان طبعا الكورونا وكده زي ما انتوا عارفين. فعقمناها بقى لما روحنا وقعدنا بقى كلناهم كده واحنا غاسلين ايدينا والدنيا تمام. شفتوا بقى جمال اسكندرية والبحر، شكله كان تحفة النهاردة بس الهواء كان جامد. بس ان شاء الله هننزل تاني يعني، انتظرونا بقى في بلوجات تانية كتير، واشوفكم على خير بقى في فيديو جديد. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو لسه بتشوفوا قناتنا لأول مرة، وباي باي.